مثال جديد بقى عشان نعرف أهمية جملة بريك. وزي ما أنا قلت إن جملة بريك في الأمثلة ممكن تكون اختيارية وممكن تكون إجبارية. عملت برنامج هنا بكل بساطة بيقبل منك متغير انتجر اسمه رقم الشهر. بعد كده قلت لك دخل رقم الشهر، وبعد كده قلت لك ايه اختبر رقم الشهر. اذا كان بواحد اللي هي كيس 1، بص بقى ما فيش كده بريك اهو، اعمل ايه اكتب لي سي اوت يناير والعلامات دي من قدام ومن ورا، وبعد كده اند لاين. اذا كان رقم الشهر ب2 اكتب لي فبراير وبعد كده اند لاين. يبقى انا كده لغيت بريك ولغيت ديفولت في حالة عدم وجود بريك، وفي حالة كمان الاستغناء عن الديفولت، لان الاثنين اختياري، لحد ان رقم الشهر يكون بكام؟ ب12. طيب اذا رقم الشهر كان بصفر او بسالب او اكتر من 12 مش هيقابله ولا كيس، وبالتالي هيطنش جملة سويتش كلها وينهي الايه البرنامج. جه المستخدم لما جه نفذ البرنامج كتب 1، فايه اللي حصل؟ راحت مضاهية الكيس الاولى فكتب لك ايه يناير، وبما ان مفيش بريك فراح نازل كتب يناير فبراير مارس لحد ما وصل لحد الكيس 12 اللي هي كانت ديسمبر. فهمنا كده يا جماعة؟ يبقى كده ما كانش فيه بريك تماما. طب لو كنت كتبت 2 كان هيتجاهل 1 ويكتب فبراير مارس. طب لو كتبت 9 كان هيروح جاي من اول سبتمبر ويروح جاي بسبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. يبقى اذا الرقم اللي كان هيساويه السويتش حتى لو انا كنت كتبت المانث نمبر كان ب10 كان هيطبع لي اكتوبر وينزل يكمل بقية البرنامج بالكامل، فيكتب اكتوبر نوفمبر ديسمبر. عظيم جدا، اللي هو يناير فبراير زي ما انتم شايفين كده قدامكم بالظبط. يبقى ده المثال اللي احنا استغنينا فيه عن كلمة بريك او جملة بريك. وزي ما انا قلت ان جملة بريك اختيارية ممكن نخليها وممكن نحذفها. هنشوف هنا بقى لما انا جيت في الحالة التالتة، في الحالة التالتة اهو جيت رحت جاي عامل ايه؟ رحت جاي عامل كتبت كلمة بريك بعد رقم كام؟ 3. يبقى كلمة بريك او جملة بريك هتيجي مع الكيس التالتة بس، انما الكيس الاولى ما فيهاش بريك، الكيس التانية ما فيهاش بريك، الكيس التالتة برضو ما فيهاش بريك ولا اي كيس تانية، هي في رقم 3. فلما جيت انفذ البرنامج رحت عامل ايه؟ رحت كاتب 1، فلما كتبت 1 كتب يناير فبراير مارس بريك، فكتب يناير وفبراير ومارس وراح عامل بريك، فراح جاي متجاوز ومتجاهل من اول 4 لحد 12. طب لو انا كنت كتبت 7 ان المانث نمبر كان ب7 يروح كاتب ايه 7 و8 و9 لحد 12. ليه؟ لان مفيش بريك. طب لو كتبت ان كان الشهر ب3 كان يكتب مارس وبس ويعمل بريك. ماشي يا جماعه؟ فهمنا المثال ده كده بيقول ايه؟ وممكن مع بعض نبقى نجربه بعد كده، او ممكن نعمله حتى كده ايه مع بعض. فقلت له اختبر الاي، اذا كانت الاي ب1 اهو واروح جاي حتى كاتب دي كده جنبيها، هقول له اكتب لي ايه، ممكن نمسح ده كده كله، ممكن نتراجع كده بس ونمسح كل الكومنتات دي اهو، واروح جاي مسح كل الكلام ده كده خلاص، ونقفل القوس الخاص بالسويتش، وبعد كده اروح جاي عامل ايه كنترول وسي، واقول ان دي لو كانت 2 اكتب مثلا هنا مثلا ايه شهر 1، وهنا لو كانت دي ب2 اقول له اكتب شهر 2، ولو كانت ب3 اكتب شهر 3، مش هكتبهم بقى بالاسماء اهو. يبقى هنا لو كانت دي ب3 يكتب لي هنا 3، وممكن افضل اكمل كده لحد مثلا ايه 6 اهو، لحد ما اوصل ايه ل6. ده على سبيل المثال يعني. يبقى 1 2 3 4 5 6. اعمل هنا برضو اكتب 6 وهنا 5 وهنا 4. تعالى كده ننفذ ورا مع بعض كده ونشوف البرنامج. لو قلت له اتفضل نفذ وجيت كتبت 1، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اهو 1 انتر، عمل ايه؟ لان انا كنت عامل الاي تشار فدي خطا هنا، هعمل الاي بس الانتجر اي. وتعالى كده ننفذ مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل. واجي هنا كده اكتب 1 انتر، كتب ايه؟ لما انا كتبت 1 قال لي 1 2 3 4 5 6. ليه؟ لان مفيش اصلا بريك وقفته،
يبقى ده كده اول مثال خدناه اهو. لو انا كتبت ايه واحد، طيب يبقى انا كده لما كتبت واحد اهو، انا كتبت انا الواحد ده كتب هو ايه الواحد لحد ستة. عظيم جدا، نقول كده دي رقم واحد. تعالى كده ننفذ نفس البرنامج مرة تانية وهنكتب مثلا أربعة. إيه اللي هيحصل؟ لما أنا كتبت أربعة كتب هو من أربعة لحد خمسة وستة وهكذا. أهو كتب أربعة خمسة ستة، كتب أربعة خمسة ستة. أنا كتبت مين؟ أنا كتبت الأربعة دي وهو كتب أربعة أربعة خمسة ستة، لأنه بدأ إيه تجاوز واحد واتنين وتلاتة، فدخل من أول أربعة من هنا وكتب خمسة وإيه وستة. عظيم جدا. طيب تعالى كده المرة دي نكتب إيه؟ تعالى كده المرة دي نروح كاتبين بقى إيه؟ ستة بس. يبقى كده أنا قلت له تجاوز من أول واحد واتنين وخش على ستة، فكتب لي هو إيه؟ ستة فقط. ممتاز جدا. إيه بقى اللي هيحصل لما نضيف بريك؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. يبقى أنا كده كتبت ستة، فهو دخل من أول إيه؟ من أول ستة أهي، وراح جاي إيه؟ طبعها. تعالى كده بقى نجرب مع بعض كده ونعمل بريك في أي مكان، وليكن مثلا هنا كده مثلا نروح جايين بعد تلاتة ونقول له بريك. ونقول له بريك وسيمي كولون. لما اجي انفذ كده بصوا بقى يا جماعه، لو انا كتبت واحد هيقول ايه؟ انا كتبت واحد، راح كاتب واحد واثنين وثلاثه وبريك خليته تجاهل اربعه وخمسه وسته، والكلام ده اتفقنا عليه من شويه. اهو انا كتبت هنا ايه؟ كتبت هنا واحد، الواحد دي هتمشي مع الكيس الاولانيه. ممتاز جدا. طب ماذا يحدث لو انا كتبت تلاتة؟ تعالى نكتب تلاتة اهو، هنكتب هنا ايه؟ تلاتة. انتر. التلاتة عمل ايه؟ كتب تلاتة وليه بريك، فراحت مخلياه موقف. طيب ماشي، برضو لو انا كتبت بقى خمسة مفيش بريك عند خمسة. انا كتبت هنا تلاتة فجت معايا كيس ايه؟ تلاتة هتمشي مع دي، يبقى التلاتة دي كده اهي، التلاتة دي ماشية مع التلاتة دي. ممتاز جدا. تعالى بقى نكتب المرة دي كام؟ نكتب المرة دي ستة. هننفذ البرنامج ونكتب خمسة او نكتب ستة. لما كتبنا خمسة يبقى خمسة يتجاهل واحد واثنين وثلاثة واربعة، وخمسة خليته جه كام؟ دي عند خمسة طبعا خمسة، وكتب ستة لان برضو مفيش بريك قدرت توقفه. وبكده عرفنا أهمية جملة بريك، وعرفنا يعني إيه جملة بريك، وعرفنا إن جملة بريك اختيارية. وبرضو زي ما أنا قلت أهو، أديني أنا كتبت خمسة، أدي الخمسة بتاعتها أهي خمسة، وأدي خمسة، وأقول له سيف مفيش مشكلة خالص. وبكده بنكون عرفنا إن بريك اختيارية، ممكن أخليها وممكن إن أنا أحذفها.